السلام عليكم ومرحبا بكم. سامحوني طولت عليكم برشا في الفيديوهات بحكم اني تلهيت برشا في القراية وفي السيت اللي باش تلقوا فيه الفيديوهات الكل ان شاء الله، باش تكون بلاتفورم باش تعلموا فيها، باش تلقوا فيها كل ما هو حاجة تحب تقراها. نرجع اليوم للبلاي ليست متاع الانجليش فور بيجينرز، الانجليزي للمبتدئين. الدرس الثالث هذا باش يكون ان شاء الله اللي هو الفابت. نعاود نذكر اللي هي البلاي ليست هذه تخص الناس المبتدئين في الانجلي. هات نبدو. اول حرف هو اي، بي، سي، دي، اي، اف، جي، اتش، اي، جي، كي، ال، ام، ان، او، بي، كيو، ار، اس، تي، يو، في، دبليو، اكس، واي، اند زي. اتنعودو. listen and repeat. اسمع وعاود. listen and repeat. a، انت سطرو. a، b، c، d، e، f، G، H، I، J، K، L، M، N، O، P، Q، R، S، T، U، V، W، X، Y، and Z. ده ثم برشا ناس يغلطوا ما بين ال I، ال A، وال I، ينطقوهم بنفس الطريقة، هي حاجة غلطة. بهاد نشوف الفرق. بالنسبة لل A is long، وال I زادة is long. شنو اللي يفرق ما بيناتهم؟ الفرق ما بيناتهم اللي هو ال A little more closed، والآي open more. A، فمي يبدأ مسكر شوي. والآي
فهم يبدا محلول اكتر. ب هكا نقولوا كملنا الفيديو وكملنا الالفا بي متاع لونجلي. ان شاء الله تكون استفدت، وما تنساش باش تبارطاجي، خلي المنفعة تعم على الناس، وان شاء الله في فيديو لاحق. السلام عليكم.